هذه التحية من الناس إلى طريق العمل، وأنا ستحية بك مع حكومة كاس لا
كنقول جغرافيا مختلفة ومواضيع ملهمة وطرق متعددة في التعاطي معها. هذا الزق الذي في نهاية الأمر يعبر عن غنى تراثنا وهويتنا. لجنة التحكيم ليبقى دور الاهتمام بالجانب السمعي وتقنيات الكتابة. دكتور أنس متوسط أحسن دور. كيف هو وسط سريع حسن؟ كيف هو وسط الوسط؟ في الوسط جميلة تكون مناسبة جميلة هدية جميلة كانت الباتو. شكرا لزوجة فيري أمين في الدفع الإنتاج. شكرا لطفي إيجيريا الإخراج. شكرا لإيدي فلو. شكرا حسن فيري. شكرا لعبد العالي. شكرا سعيدة وفريق التجميل والوقاية المدنية فليتفضل مشكورين لتقديم جائزة أسمي ماريو لفيلم ويندي. بدلات واحد عطاء كبير لإخراج هذه التجربة إلى الوجود. تقدموا تستحقون هذا التكريم لأنكم نشطتم جميع فقرات المهرجان ومنتج ناظرين. ربما جائزة السيناريو المسلمة إلى هذا المقام مدرجة قانونية كانت استغلال جميع الشهرة أختي المخرجة الجميلة لالا عزيز نسيت. هذه جائزة ربما تكون بسيطة بعد نسبة لها الجنوب في أول تجربة من نوعها وقبل عرض هذا الفيلم اللي حضر مدينة كونكاس واللي تفاعلت مع الجامعة الحمد لله كان بالنسبة لها الجائزة كانت علينا الكثير جدا. ما سمعناش الشكر ما سمعناش كلمة وهذه المرة غنعطيوها الشباب وغنعطيوها المغرب مبين بدا الكلمة للمغرب فلان. أنا منافسة مدارية فلان جداً يبخي كنت باقي أنا وكي اختاري أولا إذا كنت كنت ساتي جائزة القلب ديالي معك إذا كنت سهر ساتي الجائزة تسمعي تقدر ياخد معنا صورة إنجاز حد ذاته. نشكروا الناس كاملة اللي شاركت معنا، نشكروا الفريق التقني والفريق الفني اللي انتج هذا العمل معنا، نشكروا كذلك الجهة المنظمة اللي هي العرض الحر جمعتهم، وحنا سعيدين بالتواجد ضمن المهرجان، وهذه بداية فقط دراما الحسنة، نتمناو نجيبوا الأفضل السنة القادمة إن شاء الله. كلمة دائما فهذا التكريم والتتويج ب يعني بجائزتين كبرى في المسلسلات والجائزة الكبرى عن يعني الأفلام، هذا كيزيدنا إصرار على أننا نشتغل مزيان، وكيوصل كيقول لنا بأن الرسالة التقطات وكانت ناجحة، لأننا من النوع اللي كيحب الجمهور ديالو وكيبغي أنه يرتقي بالذوق المغربي، فكنحاولوا أننا نرتقيوا بالمضمون ونرتقيوا بالحس الفني المغربي لإعطاء واحد الفرجة شعبية لكنها بمقومات يعني درامية على حقها وقوامها. بارك الله فيك. الكلمة الأولى مساندة يعني صناع الدراما من أجل يحسوا رأيهم لأنه وصلت وصل بين خويا وحنا كذلك نحبكم ونعتز بكم تحنا كذلك. مساء النور. فرحانة بزاف بتتويج ويني بيك كجائزة. فرحانة أنني في مدينة مكناس. كنشكر المهرجان، كنشكر الناس ديال مكناس، كنشكر الفريق التقني، كنشكر الفريق الفني، كنشكر الممثلين، كنشكر كل اللي ساهم من قريب ومن بعيد في هذا الفيلم، ونتمنى يعجبكم لأن هذا كان فقط العرض ما قبل الأول. فتسنوا ويني بيك على القناة الثانية، نتمنى يعجبكم وشكرا. هذه أعلى كلمة.
جائزة أحسن سيناريو قسم أفلام تلفزية اللي سيناريو الإلهاد والهدر، وحنا جيت سعادة في تجربة أولى من نوعها، لأن تجد نفسها فوق الخشب متوجة، هذا بالفعل كان تابعو إنجاز اللي هو كبير كبير جدا. شكرا للمهرجان اللي تاحنا. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.